قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم: وهذا فيه أن النافلة المطلقة تكون في شهر المحرم أفضل من غيرها، وكذا قاله ابن القاسم رحمه الله. فمن أراد أن يصوم المحرم كله فلا حرج، تريد أن تصوم شهر المحرم كله من أوله إلى آخره لا حرج عليك أبدا ولا إثم في ذلك إن شاء الله، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.